أنا مطربة مغربية، اسمي أمنية أبو أمل، لكن اسمي الفني أمنية محمد. عندي أول ألبوم إن شاء الله بينزل قريب في الساحة العربية، أغلبه أغاني خليجية ومصرية وأغنية مغربية. صورت منه كذا سنجل كليبات، وإن شاء الله أتمنى تكون يحقق نجاح إن شاء الله في العالم العربي، وأكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. أنا جد سعيدة بتواجدي معكم اليوم بفيينا، التي طالما شدوت بها بأغنية اسمها ليالي الأنس فيينا، دون أن تتاح لي الفرصة إني أزور فيينا. I'm a singer, Arabic singer, famous singer in Morocco, and I'm preparing my first album very soon. It's coming very soon in the market. I hope it will be very good. It will create a really good. It will be a good project for me and for everybody. That's it. Thank you. ليالي الأنس في فينا نسمها من هوى الجنة، ليالي الأنس في فينا نسمها من هوى الجنة، نغم في الجو لورنا، سمع الطير بكى وغنى. ما بين رنين الكاس ورنت الألحان، أدي الأوام ميال يعطف الأغصان، تم النعيم للروح والعين، خلي قلبك 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 تهنى، أدي الحبايب على الجنبين، أدي الحبايب على الجنبين، إيه اللي فاضل 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 مع الجنة. مرسي لكم، شكرا شكرا.